الشجرة الثانية على التوالي اللي طايح لحد الآن في نفس البلاصة اللي أنا فيها. هاي طيار في السلامة تشقى تو كان غير طايح. نوريكم البلاصة منين طاحت الشجرة. كان واحد البرد هنا راه لا يمكن بلاد ممكن تصوروش. تخيل معايا الشجرة قد هذيك راهي منين طاحت. وهنايا راه ندير لها واحد الصمدة باش تشقمش تولد. اخوان سمع سمع معايا الصوت اللي واقع هنا. سمع سمع هاو واش من شجاج على شحال فادي؟ واحد 50 كيلو خسائر مادية كبيرة. الشجر الجاج الحديد كلشي مشى. فقش في الصباح اشناهو لقيت؟ شوفوا معايا أصبع. شوف طيح منين جات؟ هنايا تلقى كاع لتحت كاع في البروميير ولكن وصلنا داكشي للسطح. هنايا فنعرفش واحد العاصفة واقعة كاينة الفوق الإخوان. واحد العاصفة راه مايمكنش الصوت ديالك مش كيتسمع هنا من الشارجم ديال الدروج حيت كاين بحال كولوندر واحد البرد كاين هنا الإخوان راه كيصفر. أنا نوريكم هادشي اللي واقع هنا بعدا هو الأول. أنا رفعت الصباح تصدمت ما فهمت والو كيفاش هادشي هنايا. ولكن البارح في الليل الاخوان كانت واقعه واحد العاصفه ولكن صغيره ماشي بحال هذه اللي طايحه. هذا شوفوا الاخوان ميكال اصدار العود وكان شي طرف ديال الحديد حتى هو غيطيح ولكن حفظ الله ما يعني هادشي راه خطير الاخوان. الغبره هنا راه ما يمكن. شوفوا معايا الغبره الجو في السطح ما عرفتش كيفاش غيكون صراحة. أنا باقي ما عرفتش الجو في الصح كيفاش غيكون. غنطلعو نكتشفو ولكن شوفوا هادشي اللي عندنا هنا بعدا أن هادشي راه خطير. الميكال العود تم العود طايح الإخوان. عرفت شناهي الطرق؟ شناهي الطرق دابا هذا كون طاح على شي واحد أشنو غادي يقدر يوقع لي بزاف أصاحبي. والله إلا خطير هادشي الإخوان. سمع معايا الصوت اللي واقع هنا. سمع هاو كيخرج من هنا حيت هنا كتبقى واحد الفجوة. هاد الفجوة هي اللي كتسمح لها تسمع هاد الصوت بحال كتصفر بحال البرد كيصفر كيدخل من هنا من هاد. سمع دابا الاخوان نطلعو نكتشفو فوق الدار كيفاش داير الجو تما. غادي نوريكم شنو هو كان فوق الدار وكل ما كانش هذاك السقف شنو كان غيوقع. ولكن الاخوان بغيتكم بلا ما تصدموا بلا ما ديروا شي حركه ماشي حتى تما حيت داكشي اللي طاح هنايا راه خطير. شوفوا معايا الاخوان شوفوا الغبره لتحت شوفوا الروايد العود الروايد الحديد تاع الشناور قصديره. تخيل مع ديك القصديره هذاك راه هو اخطر حاجه اللي طاح على الانسان كيقدر يوقع عليه شي مكروه اللي ما يمكنش تصوره على بالك. شوف العود تمايا طايح يعني الشتات ديال بصح. غنشوفوا بعد الاخبار في الشارع كي دايره كيفاش داير الجو تما. شوفوا النخل الاخوان كيطير ما كاين حتى شي مول الموطور بان لي انايا دايز قليل شي جوج ولا ثلاثه كلشي حاط الماطر ديالو كيتسنى حتى تفوت هاد العاصفه. حتى العاصفه الاخوان راه قويه بزاف راه ما يمكن. شوفوا الاخوان شوفوا قليل اللي خارج قليل هذيك الشجره راه طاحت الاخوان. شاف الشجره الثانيه تاهي طاحت هذا هو المشكل اللي وقع. تخيل معايا الشجر كله طايح ها هو الناس تما شنو نديروا لا يمكن الاخوان بنادم غادي ندور راسو شوف الشجر كيطاير وهي كتسمع الشجر كيطاير راه هادشي اللي واقع دابا فراخ طايرين في السماء راه هادشي اللي وقع الاخوان هاد المره راه لا يمكن تصوره. هنا راه باقي ما اكتشفناش السطح باقي ما اكتشفناش. يلا نطلعو نكتشفو تا هو ونشوفو داكشي تما كيفاش داير ديك الاجواء اللي واقعه تما وداك البلان. داكشي راه خطير الاخوان راه واحد الصوت اللي كيتسمع دابا راه ما يمكنش ها الصوت بوحده. خلينا من داكشي اللي الفوق راه لا يمكن لا حول ولا قوه الا بالله. صراحة واو 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 واش من اللي قالت لقيتهم طايرين. شو اللي قالت فين مشاو؟ شوف ها اللي قالت فين كنت مديرهم شوف فين لقيتهم شوف ها ها هما بعدا هادو بقاو نحاولو نخزنوهم هنا. هاد البالة هادي تا هي كنا حاطينها كنبغيو نخدمو بها الرملة شي لعيبة تا هي لقيناها طايرة حفظ الله. نحاولوا نخليو هادشي هنا باش ما يزيدش يطير لبلاصه اخرى تتفوت هاد العاصفه بعدا وديك الساعه نحاولوا نعتق الموقف اقدر ما كان. ولكن راه هاد العاصفه ديال هاد المره صراحه واش اول مره كنشوف هادشي هنايا اول مره الاخوان. تخيل معايا شجره طاحت شجره هادي عمر شي واحد كان داير راهي طايحه شاك تبان لكم ولا لا؟ هادشي صالات ها هي الشجره طايحه
هذيك راه يلاه حولوها مولاها، وكثر من 20 عام وهي تما ديك الشجره، عمر وقع عليها شي حاجه، وحتى العاصفه اللي فاتت ما دارت لها والو، ولكن هذه ديال هذه المره خطيره. جي ربي نحلوا الباب، جي بغا يتحل الماء داك الشهر، دابا بقات شاده في ذاكرة وحده هي اللي بقات شاده الباب، راه هي اللي واقفه مع الباب دابا تدوز العاصفه هذيك، لان شي خطير بزاف، دابا غنحاولوا نسدوا شنو غنديروا لها، غنديروا لها الباب بحال هكا، ونحاولوا نسدوا بشي حاجه بشي بوكالي وصافي. كترت هذيك الجر اللي تجر اللي جر البرد طيح هذاك الشيء كامل حتى حاجه ما بقاتش هي، ولكن اللي ظلمني انا هو هذا، هذا ما يمكنش صحيح، ولكن بكثره البرد حتى هو مشى ضاع فتره، ترى مشات عين مشى كل شيء حتى حاجه ما بقى. كوارث طبيعيه، هذو هما الكوارث الطبيعيه. اش تشوف معايا يا جورج؟ تخيل معايا كون كان شي واحد هنا شنو غادي يطري وقع عليه بهذا الشيء؟ هضر يا جورج. راه حزر هادي شوف شوف الاخوان، هضر يا جورج، كيقدر يطيح من هنايا دابا المشكلة، كيقدر يطيح دابا المشكلة اللي كاين. شوف نحاول نحيد هداك الكتف باش ميبقاش تما، السجن ديال الكلب مشاش اصلا، السجن ديال الكلب مشاش جاي. واو شو هادشي هنا يطيح كلو، الكلب مشا تا هو، واش الناس اش واقع عليهم هنايا؟ كاع اللي مديرش قصدير اللي مديرش لعيبة كلشي مشى، الكلب تا هو مبقى حتى شي حاجة. شوف شوف العواد تخربقوا كلشي تخربق، الجو ديال البحر تا هو لهيه غادي يخربق غادي يوصل. تخيل معايا الشجر، الشجر تا هو مشى كثرة البرد اللي كاين مشى. شوف شوف غتبان لكم واحد الشجرة لهيه راهي طايحة، راه هما الناس كيحاولوا يحولوها من البلاصة اللي خاوي باش متجرح حتى شي واحد، واحد الشجرة أخرى كيركبوا فيها تاهي. النباتات اللي كنا زارعين بكثرة البرد، شوف شوف وقع عليهم. شوف شوف فرابول تاهو مشى يا ربي السلامة الإخوان. أول مرة كنشوف شي عاصفة بحال هادي، هاد العاصفة قوتها من الأول اللي داز، الكسب تاهو مشى، الكسب مشى كامل، المحبق تاهو مشى وطارو. شوف واحد المحبق راه لقيناه، شوف هادي كلها مشاش، الطرف هذا كله مشى ديال الوردة، السجن ديال الكلب اللي كنا صايبنا حتى هي طاح على هذاك، راه هي مشى لها السقف ديالها، واخا مدير لها الفيزاكراس وكذا. شوف هاد الامه هادو كانوا شادينا، ولكن والو بكثرة هاد البرد اللي كاين تا هما مشى. الشجرة والله تا طايحة على قدام، عاد شحال هذا من عام 20 عام هادي وقعت، كانت هنا نوريكم البلاصة منين طاحت الشجرة باش تعرف القوة ديال البرد اللي كانت فيها. ها البلاصة منين طاحت، كان واحد البرد هنا راه لا يمكن بنادم ممكن يتصوروش. تخيل معايا الشجرة قد هذيك راهي منين طاحت،
وهنايا راه ندير لها واحد الصمده باش يدش خمس دولار. شوف نعاودك شنو واقع. يلا حل شنو واقع. اليوم غنطيرو كاملين. الشجرة الثانية على التوالي اللي طايحة لحد الآن في نفس البلاصة اللي أنا فيها. الطونوبيلات تفرشكو بكثرة البرد ليك. مع هاد الشجرة هاد الحجم هذا ترى باش تحرك شحال خاصك. شوفوا معايا البلاصة فين طاحت بالضبط. هاي ها هو الجدع ديالها. هاي هي غنحاولو نحركوها. والو والله لا والو عليك تكب الما في الرملة. شوفوا من هنا عاود شوفوا راه عندنا البارح دير البارح قالوا في الأرصاد الجو قال كتكون واحد العاصفة خطيرة ديال بالساعة وفعلا تخيل معايا الشجر طيحات. يعني هنا راه كتولي بواحد الهضرة أخرى كتولي الشجر كيطيح وهذا ما تقدرش تحرك كاين. والو الإخوة والله ما بغات تحرك. جاز هيك جاز القهوة معروف. شوف جاز شحال فايدة واحد 50 كيلو خسائر مادية كبيرة. الشجر الجاز الحديد كلشي مشى. كوارث طبيعية ما عندك ما دير ديال الله داكشي على السواج. حيد حيد شوف فين طاح هاد الحديد بحال هذا. شوف فين طاح هاد البرد فزع البرد فزع الحديد يا عمر. البايا ادري ان كله طاح بحال ما بقاش فيه مكان. هذاك الحديد راه حيدنا دابا على الطريق باش ما يعرقلش السير وصافي. هادشي راه خطير وباقا العاصفه الجاي على ما قال. اول مره كنشوفوا ديك البلاصه اللي تم والله الا اول مره بصف.